عايشين بأبو ظبي أو بالإمارات وبدكم منتوجات لبنانية، لحقوا معي كم واحد عندهم. في كتير ناس تسأل حالة عبالة ساعد لبنان بس ما بعرف كيف، ما بدها شيء، اشتري من منتوجاته، دعم صناعته. دقوا لي باراكا أوردرز وقالوا لي بتجي لعنا أبو ظبي تنفرجيك شو عنا. اللي شفته وراي بيفاجئ، ماكسيموم بيفاجئ، يمكن أكثر من 50 60 أو 100 منتوج لبناني كلهم موجودين هون بياخذوا العقل. ضروري تلاقوهم، شوفوهم، حاولوا على انستغرام، وإذا عايشين بالإمارات وين ما كنتوا بوصلكم ياهم على البيت.